أسعد الله صباحكم أسعد الله مساءكم أينما كنتم معكم إبراهيم إدريس في رحلة ملامح في الذاكرة الإريترية يصحبنا في هذه الرحلة الأستاذ المناضل النقابي صالح سليمان آدم بين الزمان والمكان وما بينهما استاذ صالح كنا توقفنا في الحلقه السابقه في مرحله انعتاقك من تاريخ ودخولك الى تاريخ جديد واعظم ما فيه انه انت وثله من اصحابك في سنك في سن السادس عشر توصلت منا الى مدينه كسله ومن ثم التقيت بصرح القياده لجبهه تحرير القياده الثوريه في كسله اللي هي شرحت لنا هي كانت قياده متكامله الاضلاع بما فيها من اقسام ومسؤوليات وجهات محدده. المؤلم انك انت كنت صغير في السن والمؤلم اكثر انه رفض تلك الرغبه التي حملتك من جندع إلى أسمرة مرورا بتسنير رجوعا إلى عدردة ثم حضورك إلى كسلة هذه الرحلة التي يعني بنيت أضلاعها وأركانها كلها على الإيمان بأن هذه الثورة ستحضنك تم الرفض قبولك لأن هناك رؤية بأنك أنت في سن أقل من السن القانوني أو في نظرهم السن الراشد لانك تكون جزء من هذه الثوره. برغم الالام قاومت وبرغم الالام تحديت كل هذه التحديات وبدات تتكرر تعود من المنزل اللي انت فيه الى هذا المكان اللي فيه القياده الاريتريه من اجل ان ماذا كانت فرصك؟ كيف قدرت تتعامل مع هذه الفرص؟ هو ده السؤال اللي حيقودنا للمرحله الجديده. اكيد <applause> شكرا جزيلا للمرة الثانية الأخ إبراهيم الحقيقة هو الإصرار والرغبة والإقتناع بالهدف هو الذي يديك جرعة من المثابرة والصبر وأنا كنت متأكد حيتم قبولي حتى لو على الفترة ممكن أخذ سنة سنتين وحوسه الى السن اللي ممكن تقبل مسألة العوده الى الى البلد والتراجع من الحدث اصبح خلفي في طي التاريخ ونحن نتردد انا وزملائي في الاخير القياده السوريه او التنظيمات كان في حاجه الى ممرضين ممرضين ايوه نحن لا نسمى دكاتره طبعا <applause> انا اسمي إذا تقول دكتور صالح كثيرين ما كانوا يعرفوني خاصه عوائلنا ايوه لو اتصلت اقول لك صالح دكتور ايوه آه <applause> لقب يعني آه لقب لقب عرف كامل. فدخلت في هذا الاطار اوكي أيوة. كيف كيف تم ذلك؟ عشان انا بعد ما دخلت في 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 الصحي بعد ما بدات عملي سموني دكتور صالح آه بعد ما أجي هناك كنت آه جاء محمود ديناي المناضل المناضل الكبير محمود ديناي القائد القائد المنطقة فاكر الأولى والرعيل الأول للثورة آه الإلكترونية آه وقائد المنطقة الأولى يعني المنطقة الأولى وجينا في مقر القاعدة الثورية كالعاده نتردد ايوه <صفيق> <تسماع> وقالوا اعتقد كان عندهم اجتماع اجتماع ولما طلع قال يا و اللي معي عبد الله ادم من ابناء عدرتي برضه ايوه ما شاء الله ايوه <صفيق> وعندهم اعتقد بيعرفوا قالوا وافقوا يرسلوا مجموعه ل منحه لدراسة. دراسات صحيه أيه. ومحمد ومحمدنا قال انت حتمشي إيه تاخذ آه الدوره وحتمشي على روما انا آه ما صدقت يعني اول افتكرت روما ما 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 صدقت روما لحد ما اركب اللوري يعني. ما عارف انه في حته في هو روما ما سمعت بها روما ما, ما سمعت لكن ما سمعت بروما ايوه روما ما سمعت اول مره أيه. سمعت بها أيه. و... منا مشيت جاري رجعت في بقر الجنود انا بات هناك معاهم بدأت تمات في بيت الجنود دائما بق... أيوة. على بيت بقر الجنود من هناك ولا ايوه لا... طلعت من بيت آ... ما... عجلاتي عجلاتي بس اول يوم سلمتها علي تقدس معاهم ثاني ما رجعت ما رجعتها على رجعت. طول دخلت بيت الجنود ايوه خلاص مشيت بيت الجنود أوكي. جميل ايوه وبت معاهم رجعت بيت الجنود وريته انا ماشي و. لازم ألعب قلت له ماشي روما روما <applause> اه في لساته روما ما في من الجرود أيوة اللي جوا الجرحة والإجازات اللي جوا أيوة قلت له اللي يعرفوا يضحكوا يضحكوا روما شونوا في لوم التال عام موعد أيوة التقايلة في مقر تعالى القاهرة السورية أيوة قابلنا عبد عبد عثمان المسؤول الصحي عبد هو اسمان. المسؤول الصحي في الجهاز الصحي, الصحي, الصحي في القياده الثوريه القياده ايوه جمعنا وكلف واحد من 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 المناضلين وصل محل لواري عربات تمشي على روما ايوه هذا يعني شحننا في في اللوري في حطب في حمير في كل شيء امم في في اروما في اروما ايوه استقبلنا القى المناضل الكبير في ابراهيم ليمان. ابراهيم ليمان. ايوه آه إيه. هذا ممرض في مستشفى روما وودانا بيته ما شاء الله م -م. كم نفر كنتم؟ آه كنا آه م... كنا خمسه آه انا والحسن وعبد القادر ابراهيم وداود وعبد الادم عبد الله ادم عبد الله ادم ايوه كنا خمسه كنا خمسه اخذنا ود منه عندهم مقر تابع للجراح تقريبا <تص> <تص> لا تكون ساكن فيها ايوه لا يعني لا كناك وبعدين نمشي المستشفى ايوه يورونا ال يمكن الامراض الامراض في <applause> عن الحساسيه ويعني ديسنتاريا تعس هذا ديسنتاريا ايوه ايوه وفي بعده امراض الصدر كنا ناخذ فيها تراسايكل وحاجات بشكل عادي ايوه ويأدونا اهم شيء في, في في علاجه الجرحى الجرحى ورونا كيف تكون يعني عملية في 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 يستعمل البنج في بنج موضعي أيوة. وفي بنك عمومي عمومي ايوه يستعمل أيوة. في بنك موضعي تستعمله في حلقه العاديه مثلا اذا اذا الشازيه قريبه ممكن تطلع تستعمل تبنج أيوة. المنطقه نفسها ايوه ده لمجرد عشان نعرف والا الوضع ما بيسمح لا لا يسمح تماما انك تشرح بالضبط الاشياء اللي انتم درستوها اللي تعلمتوها واللي حتطبقوها لانه ده بيكشف نوعيه الناس اللي استقبلتكم متفهمين قضيه البرادلين اكيد عندهم باعتبار انها توكر علاقه بجرحى جيش التحرير وابراهيم ايمان يعني اريتري هو فاهم الوضع الاريتري فشرحك هنا مفيد للتاريخ للتوثيق لمعرفه حجم يعني قدرات الجبهة التحرير في كيفية تنبأت بهذه الخاطرة وكيف تعد لها الكادر المناسب تفضل يعني أه وهرور بنجي وكيف العمليات عن لما تعمل عملية رون تكون مستطيلة ما تكون كذا بال على الشرايين الأوردة تمشي رأسا عشان كذا لما أنت لازم تكون إذا قطعتها كذا حطاطع شرايين الشرايين أيوة. إذا العمليات ثاني كيف تضرب الحقره مثلاً في اليا تمسك الورك الحدي تمسك الورك في أي الحدي, الحدي ايوه إيه ورونا الادويه اللي ممكن تاخذ في الـ في الـ في الوريد ايوه وايش الادويه اللي تستعملها؟ آه ده في ايقاف الدم النزيف نزيف الدم النزيف أيوة. يعني نتيجه معادن نتيجة, نتيجه ايوه, آه. أيوة. إيه اذا اذا مثلا حصل نظيف لما تربط ما تخلي لانه اذا ربطت كثير لفتره طويله الدم اذا ما مش شرايين تمسك القرينه ايوه لازم تقطع أيوة. الرجل ايوه عشان كذا لازم أد... ما يكون, أد... يكون الرباط ياثر على الماء. يعني الرباط محتاج نسبه محدده من الضغط باعتبار أنه الشرايين ايوه ما في الدم ما يحتقن ايوه طبعا في اولا في قطن وعندك الكمادات الباندج عندك تحته مكف تربطه طبعا عندها عندها طريقه محدده عندها طريقه محدده كنت بتستخدم عندنا الـ الفلس, الـ الفلس الـ حتى مس الخياطة في خياط لما تخدم عمي أيوة. في الخيط الثاني اللي 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 اللي, اللي, اللي تخيط به هو اللحم الداخلي هذا بمر الزمن يكون جزء من من الجسم جسم. ايوه في خيط خيط به الجلد ايوه هذا يطلع بعد ما الجرح يبرع ايوه تطلع تطلعه تطلعه ايوه ده إيه اللي اللي نوعين من نوعين من, من, الـ من, الـ الـ من الـ الخياطه من الجلد أيوة. من الخياطه ايوه الجروح في الجروح ايوه وايضا الوقايه آه التطهير كل, كل شيء تعقيم كل شيء عقيم. حتى الادوات تعقمك كيف ايوه والحقنة أيوه. السرينكا كيف تعقم أيوه. وكيف كل شيء يوروك بالكامل ثاني أيوه. برضو في أدوية لإيقاف النزيف عندنا كوجلين اسمه كذا كوجلين ده ايوه ايوه الحقنة دول تضرب يوقف ال... يقف النزيف, النزيف ما, يمشي ما يمشي ما يمشي النزيف ما يمشي نزيف. كثير أيوه. يعني توقف أيوه. اما ثاني للمرض البطن في في حبوب بيس. في سل سلفا اسمه أيوة. بعرف زي ما أعرف اسمه وعندنا أيوة. أيضا إيه ما نستعمل أن الأمراض المستوطنة هي كمان أمراض ملاريا معليش الأوطان الأمراض المستوطنة لما تقول أشرح لينا أكثر الأمراض اللي كانت تواجهها يعني نحن في 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 ناس ملاريا خاصة في المنخفضات أيوة في المرتفعات أيوة. أخف لكن في المنخفضات على في أمراض أيوة. المرض في في اتجاهات اتجاه بعد المناطق في امراض تاع السول موجود برضه السول السول موجود حتى المنطقه تاع الطوكر والمنطقه دي مشهورة ايوه المنطقه حمليه انا مشيت تاع دوبا ايوه تجاه دوبا لقيت مرض عزك الله مرض اسمه الزهري الزهري الزهري, الزهري كان برضه بج... نفس المنطقه الحتات هناك أيوه. 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 موجود مناطق البيجة مناطق آه طوكر ما عندنا هنا أيوه. في المناطق داك ما اكثر الامراض الموجوده امراض قاتله دي قاتله 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 وطبعا احيانا في ولاده أيوة. يسالوك لك ما عندنا امكانات عشان 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 الورد ايوه هو الولد طبيعي هو هناك الدايات محلاتهم ايوه لكن اذا تعثر ممكن يستنجدوا ممكن تديهم ادويه ادويه شويه ده النوع الادويه اللي كنا بنستعمل آه، مين كان الجهاز الطبي اللي بيدرسكم؟ هل كان في دكاتره؟ في دكاتره سودانيين كانوا أيوة. يجوا هناك يورونا على أيوة. شنو؟ حتى بعدين لما تخرجنا جينا ل قصلا اطباء سودانيين وقفوا معنا سألونا أنا أتذكر إيه قال لي إبراهيم ليمان جمعنا إبراهيم ليمان جمعكم قصلا يعني من 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 عرمن أيوة وجمعونا في بيت في بيت الجنود اثنين سوداني أنا ما أسمائهم ما أتذكر أيوة ما أتذكر دكاترة لاكي دكاترة أيوة سألونا أيوة. كيف تستعمل أيوة حتى زمان نحن كنا نستعمل ال الحكم لما لا... قالوا درسنا الملا كل يستعمل عن طريق الوريد قالوا ده بيمزق في ال... في يعني يعمل تمزق في, ال... في, الوريد. في الوريد كل نسمه بالوريد عشان كده أيوة. احسن تديه في في اليا هي... اليا فوق في ال... ايوه في... في العدل في العضل ايوه بعد الاسئله كيف ترفع المريض حتى في مسألة بتاعت ال... ايوه لما ينجرح أيوة. ممكن تشيله كده يعني اكيد طريقه تموضع تموضع عشان, عشان ما تاثر أيوة. في في تزيد اكثر ايوه شافوا يعني كان استيعابنا بدون ما استمر معك في التسلسل عشان لان احنا بنتكلم حول التموضع والعلاج وكيفيته في تجاربك العمليه في المناطق اللي انت رحت لها اهم او اخطر الاشياء اللي انت استفدت منها في معالجتها كانت كيف؟ في هو بدون الخوض في المعارك وكذا لكن لا أيوة بس التجارب ايوه معارك بالنسبه للجانب الصحي ايوه آه هو معالجه ال 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 الجرحى أيوة المغ... لان احنا الجرحى الخطيرين نرسلهم كسلة لما لأنه تقول الخطير معناه ايه الخطير؟ ايه خطير يحصل انتم معارك في طلق واحد أيوة جا أيوة الطرف أيوة واحد جا في معدته واحد جا في يكون خلاص كسر واحد درب في عيوه يكون قصر كامل ايوه ما ممكن في, في مناطقنا تجاه كان يتعاملوا الشعب كي يتعاون في ناس يعملوا كبيره الكبيره اللي هي أيوة. زي الجبسي يعني مثل جبسي. في الحديث وبعدين مناطقنا غزاي مؤمنه هي ما مناطق اللي كنت فيها في سراي مناطق ما مؤمنه لانه منطقه كلها مسلحه عشان كده ما ممكن تاخذ فتره معك في 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 فعشان كده كنت عشان كده العمليات البسيطه دي م. لما كل ما يحصل المعركه واحد ينجرح ايوه نطلعه من نسحبه من المعارك الاماميه ناخذه أيوة. هناك ونعمل له العلاج العلاج الوقائي العلاج ايوه والعادي وبعدين نخليه في مكان امن ايوه نوع الادويه اللي كانت معاكم في المرحله دي كانت ايه؟ زي ما قلت لك من الادويه اللي نستعملها في 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 الجرحى بتاع بتاع الالم فيه ايوه وثاني اللي اقول لك النظام بتاع كوجلين هذا وعندنا ثاني سبيرتو سبيرتو اللي هو وعندنا بتاع ملاريا اكثر شيء ملاريا ملاريا عندنا وعندنا أدوية كان عندها حساسية برضو في ناس نظام لم عرفناه اسماء يقول لك لكن ثاني عندنا بتاع ديسنتاريا الناس اللي بالنسبة للإسهال والحالة هذه دي كانت ديسنتاريا 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 يعني سلفا بوادين اسمه آه وكان عندنا تراساكين وعندنا بنسلين وعندنا ستروبتومايسين اسمه هو عبارة زيتية هي ال 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 اسمه ال شنو؟ طبعا لما بنفسها تجيب عندك ستيلد ووتر مويه موية, معق مويه عندك مويه معقمة عندك هذا أيوة. تاخذ من هنا تعبي بالسرنجة ايوه بودرة هو هذا ايوه البودرة تعمل فيه هذا بعدين تدخها و... اذا في ده واحد زيتي يجي ما ما, ما يحتاج ما يحتاج يعني عشان و... اجراءات اه أي أيوة بس قوي أيوة أيوة تسحب كنا نستعمله في حالات الامراض الصدريه وامراض طيب دي الدوره آه برضه طالما احنا في الطب نحاول نلخص المسائل باعتبار انك عندك خلفيه آه كانت في دوره شاركوا فيها كمية من المناضلات آه كانت مشهد بغداد تتذكر هذه الدورة؟ هذه آه الدورة بعدين في السبعينات في دورة آه مختلفة دورة آه كبيرة في اشتركوا فيها آه زميلي محمد محمد حسين مقاتل أيوة. معي كان أيوة. مجروح آه دورة عسكرية طبية يعني دوره متقدمه متقدمه, متقدمة ايوه مش اعتقد اكثر اكثر من الل... ايوه بتاعت ال... يعني امكانات التعليم بتختلف ايوه في في تجربه الجبهه في دكاتره مميزين كانوا جاوا برضه أيوه من الخارج في الاخير ناس دكتور ناس دكتور يحيى الحمد دكتور يحيى ناس دكتور محمد ناس دكتور سراج قصب الله أيوه دكتور همداي دكتور سراج أه... مداي أه... سراج سراج همداي ايوه, أيوه دول كانوا جراحين وكانوا آه دول, دول, يعني دول بعد دول يعني ايوه ده بعد المعسكرات هذا بعد ما لا لا مؤكد مؤكد بس انا حبيت يعني يعني لا يذكروا الحلقه هي ايوه نتكلم عن جبهه التحرير وانت اقدر يعني اهل اهل مكه ادرى بشعابي وانت ادرى بالمجال هذا دول يجب ان ان يذكروا يعني كثير من الفضل عندهم في 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 تقيير الحسن طيب في الحسن الحسبه طيب انت دلوقتي جيت آه كان بعتك آه 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 محمود يناي آه 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 عايز اشير هنا الجانب السياسي من الجانب الطبي مرافقه اليوم متزامن كانت المناطق كيف تم ارسالك على اساس المناطق وكيف تم قبولك وتوزيعك؟ <applause> اه فعلا بعد ما رجعنا طبعا المناضل عبد العثمان هو المسؤول من توزيع حتى كل واحد عشان مهمتهم ما فيو حي دخل في واحد يتدخل في شان الاخر. جمعونا وقال سليمان يمشي منطقة التالتة. المنطقه الثالثه. المنطقه الثالثه. ايوه. وهو في آه المنطقه. انا عشان من قبل وانت في المنطقة. من المنطقه وهو في المنطقه الاولى. من, المنطقة. من المنطقه لان احنا أيوة. عرفنا اللغه، عرفنا المناطق. ايوه. تقدر تتفاهم مع أيوة. المجتمع. ايوه. لا سمح الله أيوة. تقسيم المناطق بالنسبه لي. هو تقسيم صحيح فكرة فكرة كويسة لأن أنت لما تجيب واحد من المنخفضات ترسله في الزمن ذاك في أيام حرب العصابات أيوة. حرب العصابات أيوة. وش بعد بقى معسكرات معسكرات يعني. شي في دولة يعني ترسل واحد من هنا في أيام حرب العصابات إذا انسحب مثلا في منطقة معينة ما يعرفها بس هو لا يقدر يقع في في, في 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 يد العدو أكيد أو ما يقدر يتفهم مع الناس المواطنين عشان مع المواطنين عشان يساعدوه, عشان يساعدوه. ما يساعدوه أيوة. ما يقدر يفهم إذا حكون بعملة تعبية ما أعرف ما يعرف اللغة. أيوه. المجتمعات ي... في حد يعترض أنك ما تمشي للوحدة الثلاثة؟ أيوة. أيوه. صح. آم بعد ما رجعت أنا يمكن سمعت الرواية لكن عشان المستمع يسمع الرواية. أيوه. بيكون يعني لها معنى. تفضل. أكيد. بعد ما رجعت توزيع قال أنا قاعد أمشي منطقة الثالثة وعبد أيوة. القادر ابراهيم يمشي منطقة ثانية. يعني أيوه. منطقة ثانية. عبد الحسن من ابناء بركه هو أيوة. يمشي 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 بركه داوود مشى يمشي حياه التدريب ايوه نسع دابر ايوه هو مريم هذاك اوكي أيوة. آه الحسن طبعا في من ابناء آه منخفضات ايوه المنطقه آه عبد الآدم برضه لبركه من عبد الزميل هذا الجبل أيوة. هذا برضه ايوه في في بركه لبركه ادوهم اثنين آه بعدين المنطقة الرابعة مين مشى؟ ها؟ آه المنطقة الرابعة المنطقة الرابعة ما 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 كان معاه المنطقة الرابعة ما 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 اشتركوا مع المنطقة الرابعة بعدين محمد الولاي اعترض هم وزعوا محمد الولاي قال انا تا ولدي انا ايوه انا رسلته في المنطقة الأولى ايوه لكن التنظيم كان صاحب القرار آه عبد ما كان صاحب عبد عثمان لأنه كان مسؤول عن الجهاز يعني. أرسلك لي آه فارسلك لانه فاهم المنطقه مش... في حاجه لي... 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 لحياة يرسلوا بقى... مين ما في حد يرسله هذا ما مشيت ايوه من البقيع هذول ما ممكن يرسلوا واحد يعني ما عنده الامكانيه ما انه عنده الامكانيه لا تجريميا لا تجاوب وكاله التعامل أيوة. أيوة. مع الاشياء أيوة. حتى الناس ب... بعد ولا ال... الناس ادم بور اللي ناس حمى الدين ادم بور أيوة. رجل آه... آه... مراد الكبير من ايام مؤسسي. الحركة التحرير ايوه ايضا م. مع الاسحام الصالح كانوا أيوة. من البدايه كانوا تحركوا ده كان مندوب بتاع المنطقه الثالثه ومعه أيوة. احمد الدين ابراهيم كان مندوب بت... ده جمعته قال لازم تمشي هناك في مرتفعات لان المرتفعات إيه في حاجه الى لا احنا ما عندنا ممرضيه هناك وتمشي هل هو قرار كان قرار انت حس عمرك بقى 17 سنه ممكن نقول قربت أه مستوى بدا يتنبه لاشياء اكثر مما كانت في الداخل بقيت دلوقتي انت من داخل التنظيم أي أي أي. أي من داخل الثوره حصل تغيير طيب أه في هنا مداركك بدات تتوسع أه وانت داخل على المرحله دي يعني ممكن تسلط ضوءك في قضيه تقسيم المناطق كيف كانت الريتيه مقسمه قد يكون كثير من جيلنا يعرف المسائل دي لكن بالنسبة لحدودها شكلها طرق توزيعها يعني يا حبذا لو أعطيتنا ملخص موجز في دقيقتين أو ثلاثة جميل جدا زي ما قلت التقسيم فكرة المثل على ونقل من تجربة الجزائر الثورة الجزائرية وفي نظري كانت صحيحة وزي ما تفضلت انت والتقسيم يخدع لقانونية الظروف والمناطق يعني، ثاني منطقة ثالثة كانت منطقة المنطقة الأولى اللي هو اللي كان يقودها المنادي الكبير محمود ديناي، من حدود أعتقد من فوق منطقة اسمها عد 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 عمر اعتقد حدود من بركة من تحت من بركة تحت وبركة العال بالكامل أيوه. لما نقول بركه حد تحت وبركه بركه, بركة العال الناس ما يعرفوا ايه هي هذا التقسيم هي 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 بركه بركه مرتفعات وبركه منخفضات مع بعض بالضبط بركه العال محا... هي في حدود سرعيه اول ما تفطر محاس قطعين اسمه هنا لما تفوت مباشره أيوه. تدخل في, في, منطقه سرعيه في الحدود حقها تاع المنطقه تاع دي منطقه الاولى منه تمشي اتجاه كذا تمشي مسيام ايوه وتمشي هنا في 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 منصوره اذا تمشي من مساعة في على تقوم تكون هناك في منطقه اسمها عنبوري منها في مصبي منها ما وعلى كذا تمشي لسرعيه المناطق التال بهنا باتجاه دي يحادوا برضه المنطقة الثانية المنطقة الثانية اذا أيوة. كان عدردي تابعة لذا حقات تابعة لناس المنطقة الثانية المنطقة الثانية ايوه, أيوة. عدردي وحقات حسا تعتبر منطقة حدود ايوه حدود. ايوه ودي اللي هي بركلة عال. بركلة عال. أيوة. أيوة. هذا الفهم العام ايوه لكن تقسيم الحدود على الارض ايوه ما 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 اعرف يعني اوكي, أوكي. أنا،, على... انا بس تقريبا الصورة, تقريب الصورة. لو صورة، لو ايوه حاسس احنا لما ناخذ الصورة لما ناخذ حقات تابعة لهناك ايوه لو تشوف عدارتي تابعه لهنا من عدارتي اللي تحت كله ايه تكون تابعه بركات تحت القاش ايوه القاش لحد ما يلام هناك من فوق تحديدا نحن المنطقه الثالثه ايوه من فوق لان تجي في منطقة بتاعت سرايا المنطقه الثالثه معناها سرعية ايه هناك من كروكور الكروكودونات أيوة. هذاك المدفون جميل ده كله ايه تنزل تحت ايه مناطق اسمها كذا برحت وعد كروندي وما عارف كده تعقاش من فوق أيوة. لحد إذا تمشي يح م مر... 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 ناس برك ناس منطقة أولي حاضر في دي أيوة. متعار تمسك من هنا لحد فوق ناس ال المنطقة الثانية تأخذ لها سنحيت ومناطق ده كل وملابسه وحابر ودي كل حد ما تبدأ الساحل الشمال تبقى كده كتاب عليه المنطقه الثانيه المنطقه الثانيه مين كان يقود المنطقه الثانيه عمر الشهيد عمر الزاز الشهيد عمر الزاز الشهيد المنافق الكبيرة الكبير عمر الزاز أيوة. انا قابلته وقعدت معاه الرجل ده و كثير تعاون معانا نحن لما كنا نرفع نطلع أيوة. طيب المنطقه الاولى المنطقه الثانيه المنطقه الثالثه حسنتي المنطقه الثالثه هي حماسين واقوم زي الثلاثه الثلاث المناطق مجتمع. مجتمع دي المنطقه الثالثه الثالثه ايوه المنطقه الرابعه منطقة الرابعة منطقة الرابعة تجي من تجي من اتجاه الساحل الشر الساحل الشرقي ايوه طبعا حتى لحد دانكالي تابع دي كلها تابعة للمنطقة تابعة للمنطقة ايوه لكن أيوة. الايام ذاك انا ما قاعد بدي اقدر اوصل هناك ساعة توصل لا 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 يوم. انا كل اللي عايز تابعة اليوم تابع. عايز اوصل الفكره انه كيف كانت مقسمه وعشان بعد شرحك للمواد أيوة الثالثه يكون يعني اللي ما يعرف يعرف جميل بالضبط نحن اكل غذائي برضو الساحل الشرقي كتب علينا يرافلو والمناطق ده كلها ايوه كتب عليكم ايوه حد... أيوة. أيوة حد... عد... الحدود البحريه هناك جميل جميل هذه تا... تا... وكل كل ما وكل ما هو محاذي لتجراء تابع لكم عليكم عادي هناك لحد البحر من أيوة هنا يرافلو لها... ك... و... وزولا ده كتب علي... تمشى الاتجاه الشرقي هناك الجنوب تابعين اذا تمشي الساحل الشمالي بهنا برضه ناس, أيوة. ناس الرابعه ايوه شعب قد قد تشبح قد كل ما م... 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 بحي... أيوة. لحد ما توصل دنكالي لا دنكالي بهنا ايوه وبهنا برضه لحد ما توصل بورسودان روما لحد ما لا لحد ساحل لحد ساحل الشرقي بهنا ساحل الشرق قبل ايوه ساحل الشمالي كان تابع للساحل الشمالي هتابع تابع لمنطقه ثانيه منطقه ثانيه اما الساحل الشمالي كان تابعة تابع لنا ايوه تابع لنا المنطقه الرابعه ايوه احنا اذا من هنا طبعا من اضافه أيوة. الوجعي كل المناطق حدود تجراي كانت تابع ل طيب انا كذا في أه مين كان عمره كان هو اللي عمرو كان بتاعتها المنطقه طيب فهمنا كذا المناطق والقيادات والحدود بتاعتها وانت دلوقتي على اهب الاستعداد لأنك تمشي للمنطقة الثالثة إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نستودعكم الله أز... وأسعد الله صباحكم ومساءكم ولدك حسين سحابه محمد برهان المفوض طبيقة المفوض السياسي السياس واستمر معنا أعتقد في سبعة ما نفسها انا اعتقد لما المعركه تبدا المعركه يزاري. تبدا ويتقدم شكل من اشكال البطوله شجاع ايوه ايوه, أيوة. حصلت معركه بدات هنا حوالي الساعه 5 6 حوالي المغرب صارت يجب ان تنتهي في 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 المنخفضات عشان كده نزلوا بقوه في المنطقه دي